السلام عليكم الغزالات، الفنات الكبيدات، صحباتي الزوينات، المهم كامل اللي كيتفرجوا فيا. كنشكركم بزاف بزاف، وكنشكر الناس اللي كيسولوا فيا وكي كيصيفطوا لي هكا تعاليق وشهادات زوينه في حقي. الله يخطيكم وشكرا لكم بزاف بزاف. البنات اللي كيجربوا الوصفات ديالي وكتنجح معاهم شرف ليا والله العظيم. فاليوم غادي نشارك معكم الفيديو في دارنا. ايزو كيسلم عليكم، غادي نشارك معكم المهم داكشي كامل اللي غادي ندير في هذا النهار. كما تعودتوا عليا ودائما تنقول لكم ما كنبغيش نقص سبتو لحد في الدار، كنمشي هكا مره لدارنا ولا كنمشي ندلوستي. فاليوم ماما كانت تعرض على نسابنا وهكا وتجمعنا، دات لنا واحد الفطور مختلف تماما على داكشي اللي كنديرو يوميا يعني في رمضان. شي حاجه اللي مختلفه لنا صراحه، المعجنات، الملاوي، المعمرين طلعوا لنا في راسنا. وانا الصراحه عجبتني الفكره، وكان فطور غزال غزال البنات. غادي نشارك معكم المهم داكشي اللي درنا كامل في هذا النهار هذا. فاول حاجه منين مشيت لقيت ماما ناصبه تبارك الله الريوس، دارت اربعه، دارت حيت عندها الكسكاس الصغير، دارت جوج في هذا الكسكاس هذا، ودرت جوج في الكوكوت. انا نوريكم الطريقه باش كديروا في الكوكوت. لقيتها نصبه الحريره، موجدين الكويسات، المهم داكشي المعينات اللي غادي يحتاجوا. ولقيتها موجده لي واحد المفاجاه، واحد العقوبه واعره، دايره لي صندوق ديال الفول، قالت لي نقيه حتى ما غطيبي ما غديري والو ونقيه ماشي مشكل. فوالله العظيم البنات عييت انا بالطياب، وعييت بيني اللي كديري اليوم كديري غدا. كنت في الاول متشجعه وكنت مجتهده، كنشارك معكم الروتينات ديالي وكنشارك معكم شنو درت في الطبيله ديال الفطور ديالي، ولكن دابا بغيت ندي هكا شويه في صلاتي. راكم عارفين الايام التي تدوز لا نلقى بحالها ولو بالرق الناشف. يعني الانسان خصو يستغل الفرصه وخصو يديها، يعني ماشي يبقى حد غير الكوزينه، نديوها شي شويه في صلاتنا وفي العبادات ديالنا في القران. يعني نحاولوا اننا نديروا شويه ربي وشويه العبد، ما نبقاوش غاديين غير الكوزينه. فكما قلت لكم غادي نشارك معكم هكا داكشي غير بعجاله. فكل عائله وشنو كتبغي، يعني كاين في العائله اللي كيبغيو ضروري شي حاجه تكون محطوطه في الطبله، مثلا المينو محمر اولا المخمر اولا البيتزا. فهنايا مرت خويا غادي دير المينو محمر غير بالبصيله وصافي، غادي تعجن غير الملوي كما قلت لكم عادي. وانا مازال كنقي في الفول انا وبناتي. هنايا خدات واحد جوج بصلات، درت لهم العطريه، الملحه، البزار، الكمون، سكينجبير، شويه ديال الشاومنيه والسودانيه. منين نزلت داك البصيله والزيت خلاص، منين نزلت داك البصيله درت لها المعدنوس. صافي خليتها على جنب باش تبرد. وهنايا غادي تعجن العجينه ديال المسمن عادي اللي فيها تقريبا قد الفرس قد الزرع، مليحه، واحد المعلقه ديال السنيده، واحد نص خماره. كتعجنها مزيان يعني ما ثقيله، ما يعني ما خفيفه، ما قاسحه. صافي وكتخليها كترجع العجينه، كل ما خليتوها كترجع كل ما كتكون حسن. انا مره كنوريكم داك الصندوق ديال الفول اللي كان نقي. صراحه ماما كيعجبها الفول، هكا كديروا بشرموله ولا كديروا حنشقلو ولا كديروا شي حاجه وكتبغي يكون عندها في الكونجيلاتور. واصلا الفول دابا راكم عارفين رخيص، هو جلبانه. صافي هنايا مرت خويا راه كتبوض داك الملوي من بعد ما رجع. كما قلت لكم انا كنعطيكم غير وقت تفاصيل، اصلا هاد الوصفات هادو كاملين راني ديجا حطاهم لكم في القناه. وكما قلت لكم انا طلع لي طيب فراسي ضروري مره في السيمانه، تنبغي يا اما نمشي لدارنا يا اما نمشي عند لوسي، المهم ما كنبغيش نطيب. صراحه اللي كديري اليوم كديري غدا ونفس الروتين، صافي كطلع لك الكوزينه في راسك. هنايا راه بوضاتهم نص كما قلت لكم غديرهم ملاوي عاديين، ونص غادي ديرهم معمرين، غدير وحده في وحده. انا من بعد ما ساليت الفول غادي نمشي باش نعصر معاهم الليمون، غير غنديروا غير عصير ديال الليمون عادي. هنايا ماما كما قلت لكم دارت جوج في الكسكاس، راهم طابوا لها وجوج شي شويه. راكم عارفين اللحم ما يكونش كامل بحال. هنايا اول مره كنشوف صراحه هاد الطريقه دارتها ماما، حيت ما بغاش يطيب ليها، يعني خدا لها شويه الوقت. درتو في ميكا ودات شويه ديال الماء، واحد الربع يعني هذاك الكوكوط، درت لها غير ربع ديال هاد الماء، ودارت هذاك الراس لداخل يعني لداخل وسدات. واخا ماشي صحيه ولكن ماشي مشكل مره. هنايا غادي تصايب مرت خويا لي كروكيت لاني ديجا مصايبهم معاكم، المهم انا غير باش نعاودهم معاكم. صراحه هاد المعاسه ديال البطاطا غزال خديتها ماما ب 5 دراهم، دابا ناخذها صراحه كتنفع حسن ما تبقاو ديروا بالفرشيطه كتاخذ الوقت. صافي انا خديت واحد الخمسه ديال البطاطات اللي سلقاتهم، ودرت معهم واحد ثلاثه ديال الفرماجات، وكتبقى تمعس مزيان. نتوما اللي ما عندكمش كديروا غير بيديكم ولا بالفرشيطه. ديجا راني مشاركها معكم يعني بلا ديطاي، الصراحه كتجي خطيره البنات، خطيره وسهل، يعني ما فيهاش المقادير بزاف وما فيهاش المراحل بزاف. كتجي هكا تزينوا بها
الطبيله ديال الافطار ومن غير رمضان، يعني ديروها هكا مع الحوت ولا ديروها هكا مع العداد، ولا هذه كتجي صراحه زوينه. صافي غادي تدخلها للفريغو ومن بعد غادي تمشي باش تورق الملاوي اللي غادي ديرهم معمرين والملاوي الاخرين. خلاص كما قلت لكم راه الطريقه باينه، الملاوي اللي تيكون معمرين يعني كدير داك البصله في الوسط وكتبقى كدير وحده في وحده باش ما تخرجش الحشور. راني يعني ديجا مشاركه معكم هاد الطريقه، انا درتها معكم مره في المقله ومره درتها معكم في الفران. صافي هنا راه صايبات الملاوي، ماما راه عجنات الخبز، الحرير راه طابت، المهم كلشي راه حنا وجدنا تبارك الله، راه حنا تعاوننا ملي تيكونوا هكا العيالات في الدار راه كل وحده كدير حاجه. المهم الغزالات هنا راه حنا كنطيبوا داك الملاوي، صافي بدينا كنحطوا، يعني مابقاش بزاف المغرب، بدينا كنوجدوا غنديروا الزيتون مع الراس. وهنايا غادي نقليو داك الكروكيت. صراحه فاش دخلتهم للثلاجه ماشي للفريغو عفوا، كوراتهم ودرت في وسطهم شويه ديال الفرماج حمر، غير الفرماج حمر. الا كانت عندكم الموتزاريلا ديروها كما قلت لكم، ولا ما عندكم حتى حاجه ماشي مشكل. صافي كندوزوها في الطحين وفي البيض ومن بعد لا شابلور وكنقليوها. هنايا غادي نوجد الطبسي اللي غادي نديرو فيه الراس. صراحه كما قلت لكم يعني كنبغي شي حاجه هكا اللي مختلفه، يا اما الراس يا اما الحوت يا اما هكا مقيلات يا اما الكبده يا اما العداد، المهم كاينش حاجه اللي كتكون مختلفه. ما فاش كتمشي عند شي حد غير الملاوي وهذا راه كتاكل لهم في الدار، يعني شي حاجه اللي كتكون مختلفه كتكون احسن. صافي هنايا كنخليو الخبز يعني اخر حاجه باش يبقى كلشي سخون. الملاوي راهم طابو، هذوك لي كروكيت حنا زيناهم بالمعدنوس ودرنا شويه ديال الفرماج الحمار. الملوي كما قلت لكم خصو يبقى سخون، شوفوا كيفاش كيجي الصراحه كيجي غزال ومورق. مرات خويا كما قلت لكم سبيسياليست في الملاوي. صافي المهم حنا وجدنا كل شيء. هنايا الناس ديال اخ وايف وما كنبغيش الراس ما كنبغيش الدواره، راه صراحه انا ما كنت كناكل هادشي كامل قبل ما نتزوج، ولكن فاش كتزوجي وفاش كيتبدلوا سبحان الله بزاف ديال الحوايج، وليت كناكل الراس وليت كناكل الدواره وليت غير الكبده والقلب اللي ما كنبغيش ناكلهم، يعني كناكلها غير وحده ولا هذا، يعني راه ما شي حوايج ما كتكونيش كتاكليهم وكتولي كتاكليهم. المهم هذه هي الطبيله ديالنا، عطيو ما شهيتكم البنات والله العظيم عاد راه ما قدينا ناكلو حتى شي حاجه مع جو كما قلت لكم نسابنا جابت نسيبتنا هاد الطبسيل هذا فيه واحد المسيملات معمرين غزالين. البنات عطاتني المقادير دابا نصيبهم معاكم. خلاص حطينا الملاوي الحريره، صراحه هما قالوا لنا ما تحطوا لنا حتى شي حاجه، حطوا لنا غير العصير والتمر باش نفرقوا الصيام، وحطوا لنا هاد الخير هذا. صافي داكشي اللي كان والله العظيم ما قاسوا حتى شي حاجه، ما قدينا ناكلوا والو. وكما قلت لكم يعني كتحاولوا فاش يكون يجي عندكم شي حد كتحاولوا انكم ترضيو جميع الاذواق، كديروا داكشي مختلف. المهم البنات من بعد ما سالينا الفطور غادي نمشي دابا عند لوسي، حيت شاف لوسي ومرت لوسي وليداتهم، غادي نمشيو نسحروا معاكم. خليكم معايا تبعوا لا فيديو حتى الاخر. صافي كما قلت لكم المهم الفيديو ديال اليوم غادي يجيكم مخربقش شويه، ولكن راني بغيت غير نشارك معكم داكشي اللي لوزتو في النهار، يعني فطرت في بلاصه وتسحرت في بلاصه. بعد ما جمعنا المعان وصلنا وصلينا الله يقبل، صافي غادي نمشي كما قلت لكم لوسي ووليداتو جاو، غادي نمشي الله يبغيو يفطروا معانا، ولكن ما كانوش يقدوا لانهم الا فطروا غادي يباتوا، كانوا الوليدات ديالهم قارين اثنين فما صلحش. فقلنا هكا نمشيو نقصروا معاهم ونبدلو هكا الجو شي شويه ونديرو صله الرحيم، هذا هو الهدف كما قلت لكم. هذه هي باب النعوره، البلاصه فين راحت والبلاصه فين ولت بنيتي بثلاثه. صراحه عندي ذكريات زوينه هنايا تبنتي، صراحه كيف فرحوا فاش كيجيو لهنايا. كنت خليت غيتا بنتي مع ماما وجبت غير البنات الصغار. المهم غادي نشارك معكم الاجواء ونشارك معكم السحور ونشارك معكم داكشي كامل، فخليكم معايا.
كما قلت لكم البنات مشينا راكم عارفين فاش كتكونوا مع الحباب وهذا ما يمكنش تبقاو غير شادين التليفون. صافي حطيتو يعني صورت لكم غير المقتطفات وصافي. واخا راني كليت مزيان في الراس واخا قلت ما غاديش نقدر نسحر، ولكن واخا هكاك تسحرت شاركت معكم هاد النهار هذا بداكشي اللي فيه. يعني ماركست لكم على الطياب لان كما قلت لكم راه عينا من الطيب وعينا من الروتينات. فكنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا وشاركت معكم داكشي اللي فيه، شاركت معكم هاد الكروكيت واخا راني ديجا شاركته معكم. بالنسبه للبنات اللي ما تاكلوش الحمراء صافي جربوه، انا صراحه راني كناكل غير داك اللحيمه الحمراء. المهم كما قلت لكم شي حاجه هكا مختلفه وصافي. ما تنساوش انني كنبغيكم بزاف بزاف وبسلام عليكم.